دبينا على الأرض ومشينا في ملك الله، ضحكة من تحتها لبدا عيون الله، يوم فوق ويوم تحت، يوم صحبة يوم غربة، تنظر على اللي معك بكرة ولا تلقى، واللي الطويل البال ولا يعبر حد، يا جرت في الموال ويداري لون الورد، اللي الطويل البال ولا يعبر حد، يا جرت في الموال ويداري لون الورد، والراجل الحر ما ينش ولا يجرى، لو قضى بكاء. أحلى ما في الفرحة بتنسي الكبير سن، وأحلى ما في الحزن كل الحكمة تيجي منه، أحلى ما في الفرحة بتنسي قرط في الموال ويداري لون الورد، اللي طويل البال ولا يعرف الحد، قرط في الموال ويداري لون الورد، والراجل الحر في زماننا ده كيف نلقى، والضحكة من تحتها لبدا ايه يا مناع، ما تعبتش من المشي على حد السيف؟ مش قادر تنسى ايام الخوف واللعب مع الخطر؟ انت دلوقتي خلاص مش وحدك يا مناع، في رقبتك ناس نظيفة وعيلة طيبة، او نفسك تجيب عيال يلزمهم ابو ما يخجلوش من ذكره. عاهد نفسك يا مناع تكون دي اخر مرة. اخر مرة، اخر مرة إن شاء الله آخر مرة. علشان خاطرك يا مناع بيه، أنا اتدخلت شخصيا وخليت مدير الفندق يحجز لكم القاعة. الله يا باشا، ما عارف أودي جمايلك فين، ربنا يقدرنا على رد جمايلك. بقى يا مناع بيه،
حد يبقى فرح يوم الخميس وما أكدش على حجز القاعة اللي هيتعمل فيها الفرح. تعب في حقهم، لأنهم كان المفروض يتصلوا بيا قبل ما يبدلوا معاد الحجز منهم لنفسهم. باختصار يا مناع بيه، أنت لازمك مدير أعمال يقوم بالشغل ده نيابة عنك. مدير أعمال؟ لما نفتح شركة إنتاج. وأنا برشح لك ولد ممتاز معاه ماجستير تجارة إدارة أعمال، وابن عضو مجلس الشعب السابق الحاج إسماعيل. ودام جنابك اللي رشحته يبقى اعتبره تعين خلاص. مالك اتوترت ليه؟ هو في حاجة؟ اسمه رن فجأة. رد عليه لحسن يقول حد مهم. ده تاجر رخاي عفش. أيوة يا معلم، البضاعة وصلتك. طب الحمد لله، أهم حاجة تكون مبسوط. طيب ممكن نتكلموا بعدين عشان عندي ضيوف. سلام. يعني جابوا اللي جابك. شوف يا بيه شغلنا ماشي ازاي. اهو ده شيك ب50,000 جنيه من التاجر ده، متأجل، لازم استناه لحد ما ياخد العجول ويبيعها وبعدين يسدد. ناقص استناه لحد ما العجول تتخرج من الجامعة، حاجة تحرق الدم. ايوه يا سمير، جبت لك نمره جديده، انما ايه اخر حلاوه. تمام، توكل على الله. انت ايوه يا نورهان، مالك مخضوضه ليه؟ انا مناع، اصل حبيت تكوني اول حد اكلمه من نمرتي الجديده وتليفوني الجديد عشان نبداوا مع بعض صفحه جديده. ابقي سيفيها عندك ما تنسيش. لا، النمرة القديمة رميتها خلاص، عشان نبدأ مع بعض بكل ما هو جديد. مع السلامة يا قمر. ربنا يخليك لي يا مناع يا اخوي، رفعت راسي وعليت قلبي. ربنا يخليك لي يا صاحبي، ربنا يخليك لي، ربنا يخليك لي يا مناع، ربنا يخليك، ربنا يخليك. يعني ايه يا دياب؟ بعته الحشيش ولا؟ ما عرفش يا ولد ابوي، ما عرفش حاجه. ولدك لا بيشور على حد ولا بيتحدث ويا حد. وغار على فين؟ مش كان معاكم؟ كان معانا لغايه ما وصلنا النجا، وبعد كده زوغ، ما عرفش راح وين. بص للكلام يا كبير، احنا عايزين حقنا من الهمام. بطاعه راحت ما شفناش حاجه بعد كده. اللي يتكلم عن المعلم همام يتكلم بادب، واي جنس مخلوق هيقول همام بس يمين بالله لكم قاطع لسانه. انا اسم الرئيس همام الكبير، ولد الكبير. كبير يا ولدي كبير، بس في الحق الناس. خد ابوي فلوسها قد اللي كان هيجيبه عمي مره ونص، ومعيش اسمع حديد تاني. اضرب نار يا ولد، بقالكم كبير يستاهل التحيه. اضرب نار يلا انت وهو، اضرب نار.
يا بالنسبه ليك فرصه شغل عاديه كويسه جدا مع مناع بيه، بالنسبه لينا احنا هتكون عينينا على تصرفاته، يعني لو شكيت في اي حاجه هتبلغنا بيها فورا. وزيادتك شاكك في حاجه معينه؟ زي ما تقول كده، عايزين نطمن ان فلوسه من مصادر مشروعه، يعني ما تكونش من تجاره السلاح او تجاره المخدرات. وبصفتك ابن نائب قديم ومعروف عنكم الوطنيه، اكيد لو شكيت في اي حاجه هتبلغنا بيها. وما دام هتبقى مدير اعمال مناع بيه يبقى هتعرف كل اسراره. خير يا شريف؟ عندي معلومات حلوه لسعادتك، ممكن اقولها؟ اتفضل. الاداره بتشكر سعادتك على المعلومات اللي احنا قدمناها لهم، لان تم القبض على المعلم جباري وهو بيورد شحنه كبيره من المخدرات في القاهره. شفت تكامل المعلومات بيفيد ازاي؟ وكمان تم التعرف على شخصيه نمر الطيب في محافظه جنة وجار القبض عليه. مرفق لسعادتك هنا صوره حديثه للمدعو نمر الطيب من ملفات جنة. يا سبحان الله، كنت هظلمك يا مناع. التقرير ده وصل في الوقت المناسب. اسمع استاذ هلال، تلك الحريه في ان انت تشتغل مع السيد مناع او انك انت تعتذر بدون اي تكليف. يبقى الاعتذار اكرم لي. على اذنك يا باشا. مع الف سلامه وسلم لي على الوالد كتير. يوصل. مع السلامه. الحمد لله ان انا ما تسرعتش وبلغت الاستاذ توفيق وحذرته من السيد مناع، كانت الجوازه باظت وفضلت شايل ذنبها طول عمري. واضح فعلا انه ابن حلال. الو. ايوه امر يا باشا. تحت امر معاليك. لا بلغني يا باشا جهودكم العظيمه. العفو معالي الباشا، انا ما عملتش غير الواجب. متشكر يا باشا، انا متشكر لمعاليك. الف شكر يا باشا، الف شكر. مع الف سلامه. مع السلامه يا باشا. مع السلامه. خير يا فندم، فرحني. الحمد لله سيادة اللواء لمح لي كده بمنصب مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الأمن محافظة جنة. ألف 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 مبروك يا سيادة العقيد، تستحقها يا باشا. وأنت كمان يا شريف اشتغلت شغل زي الفل، وأنا هكتب ده في التقرير بتاعي وإن شاء الله تحصلني. يا باشا شرف لي إن أنا دايما أشتغل تحت قيادة سعادتك. طب بقول لك يا شريف، انصراف أنت حضرة الضابط، يعني عايز أكلم الحكومة المنزلية وما يصحش تبقى موجود يعني. مع السلامة. ألو. ايوه يا عفاف، ايوه يا وش السعد. بقول لك عندي اخبار حلوه. ايه اللي لادي فرح مناع؟ والله العظيم نسيت، معلش سامحيني. حاضر، لا لما اجي ابلغك. مع السلامه. مع السلامه يا وش السعد. يعني فرحان في شوية حاجاتك ده، يعني خطوش في بالك. حاسة بيك يا حبيبي، وعارفة انك كان نفسك في اليوم ده يبقوا اهلك حواليك، بس اهلي هم اهلك. يا مرهان انت خلاص بقيت كل اهلي وانا بقيت كل اهلك، ان الليلة نبقى عيلة جديدة. ايوه يا مناع يا حبيبي، بس اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. سيبك من الحديد ده، خلينا في المهم. الفستان بتاعك اللي عامل زي الشمشان المقلوبه ده مضايقني، ما خلينيش اعرف اتحرك خالص. بس انت ايه؟ بتعرف ترقص سلوم عادي كانك متعوده. اخفى عليك يا مناع، انا عمري في حياتي ما عرفت حد غيرك. بحبك قوي. وانا كمان بعزك. انت غلس. بس انا خجول. مناع بابا، بابا ماما عادي. مش بقيتي مرتي؟ حشلو عندنا حاجة. بحبك. Thank you.
ناس هنا جاي. روك خدوا خدوا دوقوا حلاوة بطيخ أرضنا. رياض عايز ناكل بطيخ واحنا ماشيين كيف البهايم. خد خد يا كبير دوق قلب البطيخة طعمها زي العسل. اي والله يا زرزور دوق يا ياقي دوق دوق ياك حلاوة تشرب. ايه اسمع ايوه اجمع لنا منها كم حباية ناكلهم مع المشي في الفيه. على عيني يا سناجي. وقول للانفار اللي عايز حاجة من الأرض ياخدها الخير كتير. كتر خيرك يا كبير كتر خيرك. اسمع يا كبير جمع المحصول الكتير احنا مش مؤلفين عليه علشان كده عايزين نشوف طريقة ما نهدرش بها المحصول واحنا بنتبع. ما خاب من استشار والبشمهندس والد حلال اكيد حيفيدنا. وعمر والد حلال صح لكن حالته تحير من ساعة ما جه وقعد في الارض هنا من ساعة ما منع جابه وهو ما فرقهاش كانه ملوش اصل كانه وراه طار. منع ساب اهله وبيته يبقى وراه طار. اه الله دع الملك للمالك. مهندس عمر يا باش مهندس السلام عليكم يا باش مهندس عمر. وعليكم السلام يا مرحبا كبير تفضلوا. يا أخي ما كنتش قادر توسع الاستراحة دي وانت بتبنيها بالخير كتير والأرض واسعة والحمد لله. الحمد لله على كل حال. تعال عايزك خلي موضوع المباني ده علي أنا يا كبير وبعون الله بعد ما نجمع المحصول اجيب له البنايين ونعمل له بيت زين. وعايزين نختار حته طرد تانيه نبني فيها بيوت للعيله. ايوه الناس خلاص ملت من الروحه والجاي على الطريق. بس انت كده يا كبير هتطمع البندريه في بيوتنا اللي في النجا. بعد الحياه ما دبت هنيه خلاص الناس زهقت من عيشه الجبل والخير مش هناك الخير هنا جنب الارض اللي هتطلع واكل للناس. على اي حال انت كبيرنا واللي تشوفه هنعملوه. تحت امرك يا كبير. طيب خلي الحريم يعملوا لنا كوبايتين شاي عشان اتكلم مع البشمهندس. حاضر يا كبير. الشاي يا بيه. اقعد اقعد يا عمر. حدانا في النجع الكام فدان كان يا دوبك الانفار بتوع العيله يجمعوا المحصول ويشونوه. لكن دلوقتي الخير كتير وفضل ربنا علينا كبير قوي. هنعمل ايه؟ اطمن يا كبير. أنا عامل حساب كل حاجة. بتفهمني يا ولدي عشان عقلي يتنور. بالنسبة للذرة والقمح في مكن حصاد الشركة بتأجره وأنا متفق معاهم إنهم يجيبوا المكن نحصده ونعبه كمان. أما البطيخ والخضار أمره سهل وأنت سيدي العارفين يا كبير وهنشترطه على التاجر اللي هيشيل النقل عليه وهيجيب أعلى سعر بإذن الله. ياه ريحت قلبي يا باشمهندس عوضتني عن ولدي مناع. أنا جاي في مناع يا كبير ده ما شاء الله عليه. قلبي واكني عليه نفسي حد يطمني. بقول لك إيه تروح سوهاج وتسأل عن أخباره. الحقيقة يا عمي أنا ما أقدرش أسافر سوهاج. أنا مش عايز أتحرك من هنا. ليه يا ولدي مطرود ولا عليك طار؟ مش عايز تتكلم براحتك. انا هقول لك يا عمي بس ما تبصليش على اني جبان. انا لي اطار مع عيله كبيره هناك ناس ما يخافوش من ربنا. قتلوا مين من عيلتك يا ولدي؟ قتلوا مرتي. والد كبيرهم كان بيعاكسها وحاول يعتدي عليها. راحت المركز بلغت الضابط خد لها حقها ومرمط بيه الارض. وطبعا ما قدرش ينتقم من الضابط انتقم منها هي. قتلها الخسيس. جاني الخبر وانا بشغل بر البلد. رجعت لقيتها
مقتولة وسط الغيط. رحت المركز بلغت، ما لقيتش حد يشهد معاي، رغم هو قال لي معرفتش تربي مرتك ريحتك منها. وانت كنت فين لما حصلت الحاجات دي كلها؟ كل ده حصل في اسبوع واحد، وانا مسافر برا البلد في شغل. هعمل ايه؟ واهل مرتك عملوا ايه؟ اهلها ناس غلابه من مصر، جو خدوا جثه بنتهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حاولت اخد طارها، طلعوا لي فشفشوا عضمي بالشوم، ومحدش قدر يشهد معاي، خوف منهم. طمن يا ولدي، القوي فيه اللقوة منه. مناع الله يستره لما شاف اللي انا فيه عرض علي المشروع ده، فرحت بيه لاني ههرب من بلدي، بس صدقني مش قادر اهرب من نفسي. احنا اهلك وناسك يا عمر، وان شاء الله ربنا حيمكنك من رقبة القاتل. صاحب الدم له سلطان بامر الله. شاي كبير لمؤاخذة تأخرت عليكم شوية. اشرب يا عمر، اشرب يا ولدي الشاي، اشرب واتكل على الله، هو صاحب الأمر. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تشتوا في عدل يا بنتي يا نسمة. واه كل المية دي مش مكفياك يا خالتي؟ والله القعدة هنا يا ولاد تشرح الجان. اه ايه رايكم ان انا اقول لحسان جوزي يبني لنا هنا بيت نقعد فيه؟ يا ريت والنبي ياما تقولي له. ما هو مدام يا بنت قال للرجال يجيبوا حريمهم معاهم الارض يبقى بيفكر في الموضوع ده، وعشان يشوف بعينه اذا كانوا هيبقوا مبسوطين ولا لا. العيشه هنا مليحه جو، بس برضو بيوتنا براح ولفنا عليها. ده احنا لو بنينا 10 بيوت هنا وكل عيله خدت اوضه مش هتكفينا. بس الارض دي ارض ولد، ولو اي حد هنا بنى اوضه هيقول ان انا ليا في الارض. لا انا هقول لحسان ما يفكرش في الموضوع ده. واس خبر ايه يا جيدة؟ هو احنا ملناش حق في الارض دي؟ مالك يا عادلة سرعتي كده ليه؟ ما احنا طول عمرنا يا اختي قاعدين في بيت واحد، ولا شفت يعني حسان فرق بين عيالك وعيال؟ ما تبقولي كلام ما يخشش العقل. واه انتوا هتتعاركوا ولا ايه؟ ما تسيبوا الموضوع لابويا يصرفه زي ما هو عايز، واكيد هو هيعمل اللي في الصالح. الحاج بيقول اننا شركاتكم في الارض دي، ومفيش اي حد تاني في العيله لو شبر فيها. قسمتيها يا عديله وانت قاعده؟ طب يلا يا اختي، يلا يا اختي خلصي علشان نعمل الوقت للرجاله قبل ما يخلص الشغل. يلا ما تخلص انت الاول. واه يا تكونيني. خلاص يا ابوي المحصول جاهز على الحصاد. فين الخلطه اللي كان بيعملها مناع ويقلبها مع الحشيش قبل ما يبيعه ويدفنه؟ تقصد ايه يا ابوي؟ مش هتعرف تعملها ولا ايه؟ مناع ما كانش بيدي سيرها لحد ابدا. بودرة الكماوي موجودة، والبتاع اللي عامل زي العسل الاسود موجود، والسبرتو كله موجود، نجرب نعملها ما هياش مشكلة. نجرب كيف يعني؟ ونبوظ محصول سنة بحلقة؟ امال البندرية بيعملوا ايه؟ نشوفهم بيعملوا ايه ونعمل زيهم. لا همام عامل فيها كبير عيلة، بيقول ان سر مناع معاه، وانا ما عايزش عيل زي ده يعمل عليا كبير. تحب اروح لعمي حسان اساله؟ اكيد عمي حسان عرف من مناع الخلطه جنسها ايه. نروح له، وهو لما نتزلل القريب احسن ما نتزلل الغريب. ليه بتقول زل بس يا ابوي؟ ليه؟ دي فرصه عمك عشان يشمت فينا بعد ما طلعنا عن طوعه. عمي حسان راجل طيب، عمي حسان راجل طيب يا ابوي، ومش هينسى اننا عيلته. انا عشت 6 شهور من غير عيله عشان شاري خطوه، واذا ما رضيش يساعدني مش حبقي عليه ليوم الموقف العظيم. هي كبير البندرية، ايه الاخبار؟ خلاص يا بوي الخلطة بقت جاهزة، كوز واحد على كل شوال قبل ما ندسه في الرملة. شوف يا ولدي دي شركة السنة بحالها، وزراعة 6 شهور وتخزين 6 شهور. ما انا قلت لك يا بوي انا كنت بقف مع مناع وهو بيجهز الخلطة. ما ليكش حجة، جبت لك كل حاجة. الخلطة ما فيهاش عيب، ولو في عيب يبقى من التخزين. اللي بنعمله كل سنة هنعمله السنة دي. شوف يا همام يا ولدي، لو فلحت في الموال ده هخليك تحكم النجا كلها.
بالحديد والنار. طمن يا بوي هتفلح ان شاء الله. همام يا همام. هاشم يا وليه قلت لك ما تقوليش اسمي حاف. طب يا سي همام تعال شوف لك حل مع مرت عمك اللي عايزه تقعدني قدام الفرن وانا بطني مليانه عايزه تفطسني. ما تبطل الكرن يا وليه. انت اول واحده تحبل وتكرت قدام الفرن. ماني كنت حبله شايله البيت على راسي شيل. جرالك ايه لو جايه من قله الخدامين؟ شايعه هاتي اي حرمه تعملي كاتها تعمله. بطل ونجار بطل. اطلع فوق اطلع فوق انتوا الاثنين. شو تطقوتكم فوق ايه ده؟ ايه صح يا ناجي صح. قلت لك كبير. اهلا يا حاج مغاور تفضل. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا واد عمي ايه يا شهيد. ازيك يا خال. اقعدوا اقعدوا. السلام عليكم. اقعد. والله وليك وحش يا مغاوري. شوف ايش وحش يا كبير. لازم اجي لك بنفسي عشان تقول لي على الخلطة. كن ولد يعني مش كفاية. مد يدك خد. خوخ طرح الارض الجديدة. مش جاي اكل يا كبير. انا جاي الحق المحصول بتاعي قبل ما يروح علي وبتمنه. أعيش السنة كلها. جماعة الحشيش يا مغاوري. جماعة الحشيش. خايف أجازف بخلطة يعني مش مظبوطة يروح تعب وتعب عيالي في الأرض. يا خسارة. وجاي يستدفنوا في الأرض ويتعدي عليه شهور الصيف ويطلع بايظ. مال أنا جيت لك ليه وغصبت على روحي. يا ترى تاكل من محصولك يا مغاوري. لما بيعه هشتري اللي أنا عايزه. بس مش خيار وطماطم وخوخ لا كباب وكفتة. وجايز ما تلاقيش اللي يشتريه وبرضك عيالك ما تاكلش. انت بتستغل الظروف يا حسان وتبكتني زي بعضه. انا خايف عليك يا مغاوري مش عايز اساعدك على سكة الشر. بعد اذنك يا ابويا. اسكت انت ما دام هي سكة شر مشينا فيها ليه من الاول. يعني كانت عجباك عيشتنا؟ ما احنا كنا في بيتنا عايشين زي التعابين في الجحور. وما تنساش يا مغاوري ان وقتها الكبير قال لنا احنا لازم نزرع علشان نتقي شر الخواجة ونحسن عيشتنا وبعدها نستغنى عنه عن الخواجة. والحمد لله بقي عندنا ارض ومحصول نزرع الحشيش تاني ليه ونودر ولادنا. انا ما اشتغلتش نفر عند ولدك مناع. يا ابوي مناع راجل. قلت لك اسكت خالص. ومناع فين دلوقتي؟ مناع مشي وساب الارض ومكنة الري والمحصول قدامنا حنبيعه ونوزع فلوسه علينا كلنا. ارمي محصولك يا مغاوري وتعالى شاركنا محصولنا. انت والد عمنا برضه مش عيد والمليان يكب على الفاضي. هي إيه كلمة ورد غطاها؟ هتديني الوصفة ولا لا؟ ما اقدرش احوش عنك حاجة يا والد عمي. طب قول لي اعملها كيف لو عايز تساعدني؟ انا ما اعرفش حاجة. مناع هو اللي كان هيعملها لوحديه. لاجل حظك البرميل اللي كان بيعمل فيه الخلطة باقي فيه شوية في قعره. اقوم يكفوك السنة دي. بس بعد كده ما تسألنيش لأني ما اعرفش حاجة ولا حد من الرجال لا يعرف حاجة. بقول يا مغاوري في حاجة تانية. أنا طالب يد بنتك فاطمة لولدي مناع.
سي مناع، سي مناع، صباح الخير. صباح الخير يا نور. صباح الخير يا فاطمة. تفطر جاي حاجة؟ أنا ميت من الجوع. الصلاة على النبي. إيه ده كله؟ إيه ده كله؟ هتقف في كده كتير. تعالي اقعد جارك. اقعد جارك يا بوي؟ يا بنت تعالي اقعد جاري، واوكلك من يدي كمان. بالروح بالروح يا شملناع، انا كده هسوخ منك. فاطمة خلاص بقيتي مرتي، ولك حقوق على راسي من فوق. انت اللي سيدي تاج راسي سي مناع. انا انا انت مش قادره اتحبس، قلبي هيوقف. خيب بيت ابو العبط بتتهبله. شوفي يا فاطمه، أنا مش عايزك تفكري فيا خالص طول ما أنا غايب. أنا جوزك طول ما أنا قدامك هنا، فاهمة حاجة؟ مش فاهمة حاجة. طبعاً تفهمي كيف يعني. تعالي يا فاطمة، أنا ظروفي في البندر صعبة ومش مضمونة، وعايزك تبقي عاقلة وتسمع كلام أمي وخالتي، أقل عيني عشان يرضوا عنك. يا سي مناع، أنا ما كنتش أحلم إنك تكلمني أو حتى تبص لي بعينيك وأنا بلعب مع العيال، بس انا دلوقتي مرتك، ولو قلت لي اذبحي نفسك مش هتاخر ثواني. الله، ما انت حلوه بتعرف تتكلمي. ها ربنا ما يجيب ذبح ولا حاجه ويخليك لي يا رب. بنت يا فاطمه، بنت يا فاطمه، يخرب بيت ابو اللي جا. انت من الصنف اللي بيسوخ. ربنا يقدرنا على قد ما بلانا. مع السلامه ولدنا. سلام يا ولدي، برعاية الله. جيب السلامة. الله امياد. ايوه كده، الله متعوضش علينا. الله برعاية الله، مع الف سلامة. سلامة سلامة يا ولدي. عملنا بقى كوباية شاي، وقتلنا شوية فايشة بنت من جوه. قطعت بيدي يدي